هاي، عم تكبر المخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، وشهد التاريخ إلى جانب كورونا أنواع من الفيروسات الخطيرة، أشهرها فيروس لاسا يلي ظهر أول مرة بغرب أفريقيا وتم التعرف عليه سنة 1969 وبتسبب حالة واحدة على كل 5 مصابين بالفيروس، أعراض خطيرة تضرب عدة أعضاء مثل الكبد والطحال والكلاوي. فيروس زيكا تفشى سنة 2016 عالمياً وأعلنت منظمة الصحة العالمية إنه مشكلة عالمية بتهدد البشرية. هو بينتقل عبر البعوض وبيسبب تشوهات بالجمجمة ونمو دماغي غير مكتمل. متلازمة الشرق الأوسط التنفسي أو سارس يلي تنتمي كمان لفيروسات كورونا بتصيب عادة الجهازين التنفسي والهضمي. مين قال إنه فيروس إيبولا بسبب وفاة 40% من المصابين فيه وبعد لليوم ما تم إيجاد لقاح مضاد له؟ أنا قال. بشوفكم بكره.